برضو على السوشيال ميديا يا كريم مين اللي اتكلم ان دلوقتي الافضل ان هو يدرب مانشستر يونايتد بعد رحيل سولشاير؟ الناس مياله شويه على السوشيال ميديا، وان كان برضو ده ميول رونالدو شويه برضو، وهو فكره زيدان. زيدان ربما البعض بيشوفه هو المدرب المناسب لمانشستر دلوقتي، بس مش ده السؤال بقى. هو السؤال اصلا زيدان هيرضى ان هو يدرب مانشستر يونايتد؟ بنتكلم ان دلوقتي يعني هو اسم كبير طبعا، لكن مانشستر يونايتد بيمر بمرحله عدم اتزان غير مسبوقه، فخصوصا برضو احنا عارفين ان يعني زيدان كان حابب جدا يدرب منتخب فرنسا، يعني دي حاجه كلنا عارفينها. فالواضح هيبقى ايه الفتره اللي جايه؟ اكيد هيبان، ولكن يعني اسم برضو زيدان اسم كبير اعتقد أكيد جدا، والتحدي ده يليق بقيمه واسم وتاريخ زيدان برضو. يعني ما اعرفش هو هتبقى حسبته ايه، بس هو مبدئيا لحد دلوقتي كل التقارير الصحفيه بتشير الى ان النادي تواصل بالفعل مع زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الاسباني السابق. لكن وشويه من الحاجات اللي كانت ملفته للانظار ان صحيفه من ضمن الصحف توقعت ان زين الدين زيدان هيرفض، صحيفه اسمها كادينا، صحيفه اسبانيه، قالت ان زوجه، بس بص يعني السبب ايه بقى؟ مش زيدان نفسه، خلي بالك، مدام زيدان يعني زوجه زيدان لا ترغب في العيش في انجلترا. وانت مش سائل بينا؟ لا مش الغرض، احنا اصحاب القرارات يا بيه، ده فرق ولعيبه وجماهير بتتابع وملايين بتتدفع. مش هينفع كده، يعني يقال والله اعلم ان زوجه زيدان لا ترغب ان هي تعيش في انجلترا الى جانب وجود الحاجز اللغوي، وده بيبرر رفض زيدان لتدريب الشياطين الحمر. طب يا ترى هيوافق مش هيوافق؟ هنعرف ده اكيد خلال الساعات القادمه اكيد. لكن مانشستر يونايتد اعلن بشكل مؤقت تولي مايكل كاريك مسؤوليه تدريب الفريق، وطبعا بنفكر حضراتكم ان اقاله سولشاير جت بعد الخساره المريره امام واتفورد بنتيجه 4-1، ودي مش اول خساره، دي الخساره الرابعه في المباريات الخمسه في الدوري اللي يتجمد طبعا رصيد الفريق عند 17 نقطه في المركز السابع الذي لا يليق بالمره مع اسم وتاريخ هذا الفريق وهذا النادي.